كانت معجونة بحب الأهل ودايماً بتروح الماتشات، كانت ملاك وطيبة وزهرة العيلة. أسرة نورهان عروسة الجنة المشجعة اللي راحت بعد ماتش الاتحاد في حد السير، بيكشفوا مفاجأة لأول مرة عنها. شوف قالوا إيه عن اللحظات الأخيرة في حياتها. الساعة 10 بقينا صغيرة على التليفون، ما بقناش مصدقين والله. والله ما بقينا مصدقين. والدها توجه على طول اسكت. على طول. على طول. كلك بيحبوها وكلك بيعزوها ومحترمة. وعايشة في حالها ملهاش دعوة بحد. وطيبة جدا. والنبي هاتوها لنا، والنبي عاوزين نشوفها. نورهان كانت ملاك على الارض، الضحكه ما بتفرقش وشها، كانت اكبر اخواتها وزهره بنات العيله. نورهان الكل بيحلف بادبها واخلاقها، كانت بتعشق حاجه اسمها الاهلي من صغرها، وهي بتحب تروح الماتشات وتكون مع الفريق في كل الاوقات. انهيار وصراخ وعويل من اسره نورهان مش مصدقين انها راحت، وبيكشفوا عن اللي حصل في يوم الماتش وازاي استقبلوا الخبر. الساعه 10 بقينا صغيرة على التليفون، ما بقناش مصدقين والله. والله ما بقينا مصدقين. الساعات اللي فاتت مصر كلها كانت حزينة على فراق اتنين من مشجعات الأهلي زي الورق، راحوا في حادث سير بعد مباراة الأهلي والاتحاد. نورهان اللي لسه في عمر الظهور كانت متحمسة للماتش وكانت عاوزة تكون جنب فريقها، لكن ما كانتش تعرف إن الموت مستنيها في الوقت ده، وإن دي آخر لحظات في حياتها. فرحتها بفوز الأهلي كانت آخر شعور ولحظة عاشتها في الدنيا. أسرة نورهان بتكشف مفاجآت جديدة ما حدش فينا مستوعب إنها راحت. قالت لي هروح ومش هغيب يا عم، أخلص وجعي على طول. هي كانت بتقضي العيد معاكوا هنا؟ ده هنا معانا. هنا معانا من يوم الوقفه وهي موجوده معانا. يعني طلعت من هنا على الماتش، جت من القاهره للمنوفيه لاسكندريه. من ساعه ما مشت ما جاتش تاني. لما شفنا الصور على النت انها ماتت، الخبر وقع علينا زي الصاعقه، محدش فينا عارف يصدق كابوس عايشينه، نفسنا نصحى منه نلاقي نورهان جنبنا. ابن خال نورهان كشف عن اللحظات الاخيره في حياتها وقال ان نورهان كانت موجوده يوم الوقفه والعيد وزارت كل اهلها. قالت هروح احضر ماتش الاهلي وهرجع تاني يوم، وسافرت 7 الصبح، وكانت بتحب النادي الاهلي جدا وبتروح وراه في كل مكان. عرفنا الخبر من النت وكنا في صدمه مش مصدقين اللي حصل. كنا متواجدين هنا من يوم الوقفه. ايه؟ حضرت الوقفه والعيد طبعا مع العيله كلها، زارت عمتها كلها وزارت قرايبها كلها. لحد امبارح طبعا كانت قاعده معاهم هنا، وقالت لي هروح احضر الماتش وارجع تاني. نورهان عندها 20 سنه، كانت بشوشه وطيبه واخلاقها الكل بيحلف بيها. كمان اسره الراحله نورهان قالت ان نورهان هي البكريه وكانت روح اهلها. قالت لنا هخلص الماتش واجي على طول علشان تحتفل معانا بالعيد، لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي سفن اهل نورهان، راحت وما جاتش. واخر مره شفناها امبارح الصبح كانت بتضحك وتقول لنا هحتفل بفوز الاهلي واجي اكمل احتفال بالعيد معاكم. العيد عندنا كان عيدين، فوز الاهلي وعيد الاضحى. جده نورهان في حاله صعبه مش على لسانها غير هاتولي نورهان، فين نورهان؟ كانت معايا وفي حضني، راحت وما جاتش، نفسي اشوفها. كانت روحها في الاهلي وبتلف ورا، اخر حاجه قالتها من القاهره للمنوفيه لاسكندريه ورا الاهلي. رحيل نورهان ونرجس مشجعتي النادي كان سبب في حزن وصدمه كبيره لكل الناس على منصات التواصل. الكل في حاله حزن على البنتين اللي في عمر الظهور وسط الاف من دعوات الرحمه والمغفره للبنتين. رحم الله نورهان ونرجس والهم ذويهم ومحبيهم الصبر والسلوان.